الحياة تشبه فندقنا، عبارة عن غرف، وكل غرفة لابد أن يكون لها مفتاح. وكل شيء صار معانا في حياتنا صار لسبب، وكل شيء بيصير احنا اللي فتحنا للباب. وعلشان كذي لازم نختار المفتاح الصح من بين هالمفاتيح. من ضروريات التربية أن الطفل يحتاج إلى توجيه من الصغر عشان تنزرع فيه الثقة ويكون واثق بنفسه ويعرف يتصرف لما ينحط في مواقف تتطلب يكون فيها بروحه، ويحتاج أنه يتصرف بطريقة صحيحة. وأحيانا الأهل بدون قصد، طبعا مو انتقاد في حقهم، لكن للأسف الشديد أحيانا من حبهم وحرصهم وترجمتهم الغلط حق مفهوم حماية العيال يقومون يسوون عنهم كل شيء، يسوون عنهم كل شيء في الحياة، وانتو تعرفون شو أقصد. وهالشيء ممكن يلغي ويكسر شخصية الطفل مستقبلا ويخليه عاجز دائما، يحتاج أحد أنه يتصرف بداله. إذا من البداية هو معتمد على البداية، أنت اللي عودته كولي أمر. وعلى العكس أحيانا تلقون أطفال أهاليهم يقطون عليهم مسؤوليات أكبر من عمرهم، وهالشيء يخليهم في توتر وقلق دائم لما يكبرون. كم ساعة اليوم لعب؟ خمس. بس؟ خمس ساعات من الحياة قاعد تلعب ذي؟ بس. زين، قم بلي ماي. وين بعيد؟ قاعد قدامك الماي. بعيد عزوز. والله بعيد. قريب. عزوز ما قاعد جندوز دبتي يدي يحط انت كماي. يا استحلى ويك ابوك انا كجريب خطوتين منك. وانت عبي تملل على العاب؟ ما تبدا ادرس. يا وسام تعالي يا يمه، ايش كثر عندك واجبات وانت هذنت كل شيء على راسي اليوم. ما ادري متى بخلص شغل البيت ولا ادرس عزوز. عزوز يمه تعالي يمه. عزوز يمه، 2 × 2 كم يصير؟ يمه ما اعرف الحين قاعد العب. ترك عنك اللعبة الحين. والله عمك لا معي. انت ما منك فايدة ولا عايدة. الحين جاي تبي تعلمه؟ ما عليك. قولي لي 2 × 2. يمه. بيطلع عالم يعني. 2 × 2 يستوي 4. عرفت يمه؟ كم يصير؟ 4. عفي عليك امي شاطرة. وايد سؤال وايد صعب، حتى اليهال يحطونه. ها شيطانهم لا وايد صعب ذي. شنو عاد؟ خلي اتصل حق منور، هي اللي عندها شهادة بكالوريوس على قولتها، اشوف نفع وياها ولا لا. خلي اتصل لها. واللي والتالي عنده بكالوريوس جات على منور يعني. هلا منور، شلونك حبيبتي؟ بنشوف شهادة البكالوريوس نفع وياك ولا لا. سمعيني، يقول لك شخص عمره 45 سنة وعمر ولده 25 سنة، يعني كم كان عمر الابن نص من عمر الأب. اي صح، احس
تحسن غلط بيكون 20 والأب عمره 40. والله طلعتي خطيرة يا منور، مشكورة وقصرتي. مشكورة، باي باي. أنا أسأل، قلت لي أنا شان بقول لك الجواب؟ تصرف منور بكالوريوس، بكالوريوس منور، مش منور، الله منور. شلون؟ شان قلت لي أنا جاوبت؟ شان جاوبت من ساعة؟ أشوف عد عزوز ركز وياي يا يما، وراي شغل اليوم بروح أزور أمي. يما شو أسوي إذا سألوني هالسؤال؟ أنت يا يما لو مركز في الصف، شان ما خليتني أتصل حق أحد ورزوي إيه؟ ياه، شان زين يرجع التعليم عن بعد نفس قبل. اطلع مثل أبوك، فالح في شنو؟ اسمه فالح؟ فالح اسمه. وايد حالات هالاشكال، الياهل قاعد يلعب وماخذ راحته والام والابو يحلون عنه وهو ولا يدري عنهم ولا يدري بالسالفه. ترى ذيله لان كبروا ترى هم اللي بيشتغلون في المؤسسات والشركات وغيره، وهذا الجيل اللي تريه منه انه يبني المستقبل، يبني مستقبل زاهر لديرته، خاصه في ظل التطور الحاصل خليجيا وعالميا. باكر بتيلا مشكلة، ايش بيساوي؟ والله بيتصل يما لحقيني قاعد ويا يما ذي، والله يا يبا المسؤول طلب مني شيء ما اعرف اسويه. هذه حالة يعني، اصلا اذا لقى شغل ليش ما بيلقى شغل؟ لان المؤسسات ما تبي واحد كذي لا يعرف يتكلم ولا يعرف يتصرف ولا يعتمد عليه. انت مربي هاللون ولا عنده حد ادنى من الثقافه، ولا اي ثقافه، هو واجب الاعدادي محله، هو الامتحان مال الثانوي انت حليتي لي في ايام كورونا بالتليفون. مواصفات الانسان الاتكالي هو اللي حمل كل حاجه، كل المسؤوليه، يعني ما يبغى يشتغل، ما يبغى يسوي شيء بحياته، يبغى يسوي يعني يبغى اي شيء يجي هو جالس بمحله، يعني يعطي شغله للغير، حتى لو بالشغل، بالدراسه، بالجامعه، بالبيت، يتكل على اهله وهو ما يسوي شغله. هذا هو الانسان الاتكالي. اول شيء هذين اعدائي، ما اسمح لهم يدشون حياتي بتاتا. شلون تقدر تتعرف عليه؟ من يقول انا صوت شيء جيب ماي، جيب اغراض، روح سك عنه قاعد إيه؟ شلون صار اتكالي تتوقع؟ ان هذا الشخص كبر كذي بس بروحه صار اتكالي ولا نتيجة شنو؟ انت ايش دخلك انت التاني؟ والله بعضهم طلع كذا، يعني من طلع هو متكل على الاخرين. يعني شو اقول لك، من المعاملة، من الاوادم اللي يمشوا وياهم، من البيت، التربية بعد احنا ما يربونا، احنا كله ميري وجيبري اللي تربي. لا ميري اللي تربي ميري، وش يسمونها لاتشمي. لا هذا موجودة لاتشمي، هي اللي تجيب للأكل، تجيب لي يبي لي ما يبي لي شاي يبي لي ذي بس. هو قاعد يطالع التلفزيون ولا في الكمبيوتر ولا في التليفون. من الأهل من ذا الصغر، يعني الشخص يعني ما نفس العائلة نفسه ما عودته على الشغلة دي. لما يكبر هل يعاني؟ هذا شيء طبيعي، يعني لما انت تنشأ على اتكالية وتجي تنصدم في الواقع، ما في احد يساعدك، يعني الله يديهم طول العمر والعافية، كان والديك او انه هذا ما كانوا موجودين معك، خرجت سافرت اغتربت رحت غربة، هنا وقتها تحس بمعنى الاتكالية. بس انت والله بالك طويل ان انت تقول لا لا اصلح منه. اكيد لازم اخليها اخوي. وانا للامانه ما خاويه يعني الاتكالية. زوج اتكالي بشكل خلاص اخ منك انت اخ. المويه ما اقدر اشيلها، حتى ما اقدر انت بكرامه يقطها زباله، ما يقدر. شو ساكته عنه؟ راح صوتي اربع سنوات. بس عاد ما يقدر يتغير. زين شنو الحل؟ هل حل؟ ما اخلي الشيء يجيب الساهل. ما مو كل شيء اروح اقول له سو افعل، انا اسوي الاشياء، هو موجود نفسه، مو
وخواته يجون يساعدوني، يجون يقلدوني في الأشياء الزينة. إنه مو كل حاجة أنت توفرها لهم، يعني تعودهم على شغلات هم يوفرونها لنفسها. وأنت يعني أنت كوالد ولا كوالدة يعني تصير مراقب عليه، بس إنك تعوده على الشغلة هو يجيبها من نفسه. جهز لتكالي بالمكبوس. سامح حمودي موضوعنا. الشخص الاتكالي يمشي بعقلية الضحية، بحيث دائما يطلع اعذار ويحاول يلوم غيره، لأنه ما عنده المسؤولية والقدرة أنه يشيل نفسه ويتصرف. متوهق. الاعتمادية أحيانا تسبب سلوكيات أخطر على الإنسان، أخطر على الإنسان نفسه، لأنه دائما بيفقد السيطرة على حياته بسبب تهاون في طفوله وأهله ربوه على هذا الشيء اللي احنا مساعة قلناه كل شيء عليهم. ترى جملة العلم في الصغر كالنقش في الحجر مو معناته انه بس تلاقنه وتحفظه، لا حبيبي، انقش عدل، انقش هالمنقوش عدل يا حبيبي. المقصد فيه انك تعلم شلون يتعلم، مو انت تسوي عنه كل شيء. الحين ترى في دراسات ومدارس وناس تدش دورات تدريبية عشان تتعلم شنو؟ شو تتوقعون؟ تتعلم شلون تطور من نفسها وشلون تتصرف. كل هذه الأمور ما راح تكون قادر على استيعابها إذا كان في أحد يشيل عنه كل مسؤولياته من نعومة أظافره من الصغر وأبسطها وهي أهون شيء عنده، يشيل عنه هذا الأبو ويشيل عنه واجبات المنزلية اللي مع الأيام بتكون واجبات أخرى ومسؤوليات أخرى. المشكلة مو على أبو وهم، مسؤوليات أخرى تجاه الآخرين ما بيعرف يديرها وما بيعرف يتصرف فيها بسبب الحماية الزائدة والأوفر. شنو الأوفر بالعربي يا ربي؟ المهم والأوفر من الوالدين. نقانق بالاتكالي بارز